بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول 6 فدادين ونص للبيع، الأرض تمليك شهر عقاري على أسفلت، تبعد عن الصحراوي 7 كيلو، تبعد عن وادي النطرون 3 كيلو ونص، تعتبر في قلب الخدمات، جنب منها كل الخدمات، فرن وسوبر ماركت ومسجد وكل حاجة. الواجهة بتاعتها مزروع فيها فدانين زيتون في واجهة الأرض، وبقية الأرض بايرة، الشبكة كاملة فيها، عليها بيت واقف على الصبة. زي ما قلت لحضراتكم، تمليك شهر عقاري وعلى أسفلت عمومي رئيسي. الأرض فيها طريق في النص مقسومة نصين. الأرض للبيع تمليك شهر عقاري، 6 فدادين ونص، معلهاش أي مديونيات لأي حد. فيها بير مية، ده البيت واقف على الصبة، وده الطريق الأسفلت. واجهة الأرض 110 متر على الأسفلت، في عمق 247 متر. الطريق ودي الأرض، الشبكة بتاعتها جديدة كلها، شبكة الأرض جديدة كلها، ست فدادين ونص، تمليك شهر عقاري للبيع. الأرض فيها بير، فيها بيت، وفيها شبكة جديدة، غرفة البير، البير بيروي هنا بمكنة موجودة، وش المية هنا 5 متر، وش المية على 5 متر، والبير اللي في الأرض ده مدقوق 30 متر بس. واجهة الأرض مزروع فيها فدانين أو فدان ونص زيتون، وباقي الأرض ما زرعتش، شبكتها فيها واقفة على الزراعة. الأرض تبعد لحد النخل اللي هناك ده، الأرض 6 فدادين ونص، تمليك شهر عقاري للبيع. الأرض تبعد عن الصحراوي 7 كيلو، تبعد عن مدينة وادي النطرون 4 كيلو أو 3 كيلو ونص، على أسفلت رئيسي. أتمنى تعجبكم، وشكرا ليكم، وشكرا على المشاهدة.